هرجعهم وبعدين اعوضك. فتحنا بتاع مباشر. مشاهدينا الكرام ومتابعي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. قصة، حنا كنعرفوا بان البحر ما كاينش اللي ما كيستمتعش البحر، ما كاينش انسان ما كيبغيش يمشي ليه، لانه كيرجع فيك الروح، لانه كيخليك كتعيش واحد العالم اخر، فما بالك الناس اللي كانوا خدامين فيه وكانوا الوسط ديالهم. كما كتشوفوا معايا هذا السيد هذا اللي مدة 30 سنة هو خدام البحر وسط البحر، تقريبا كان كيصيد 300 فندق في رمضان. اليوم غيعاودنا على التجربة ديالو. قرب شوية خويا الميكرو عندك، عاودي شوية على التجربة ديال البحر. عاودي خويا شوية على التجربة ديالك في البحر. اختي انا كنت خدام بحر، كنخرج للبحر لمدة 30 سنة، خدمت حتى عيش معاهم. واحد العام وقعت لي الاكسيدون. وعاودينا شويه على التجربه ديال البحر، هذه حنا اللي بغينا نعرفوا كيفاش كتشوف ديك الاجواء في البحر. اجواء عاديه. علاش كنتي كتمشي؟ شحال من صندوق كنتي كتصيد؟ كنخرجوا يوميا، كنديروا يومين ثلاث ايام في البحر. وكل نهار كنصيدوا ما بين 250 و 300 صندوق في النهار. شحال 30 سنة. وعلاش ماشي منا مبقيتش فيها؟ اختي منا اكسيدون ترافاي. شنو وقع لك بالضبط؟ طاحت عليا 350 كيلو على راسي ديال الحديد. فاش كنتي خدام شركة؟ القطاع الخاص، البحر بوحدو مادو. شنو وقع لك؟ كنا خارجين في البحر في الصحراء في العيون. كنا خدامين، من جيت نحل عينيات لقيت راسي في كلينيك. عاد عليا 350 كيلو ديال الحديد، عام ونص وانا في كلينيك. محطمة. عاودينا الناس بغات توصل هذيك المعاناة ديالك، هذاك الإحساس اللي وقع لك، لأن الناس ديال البحر ما كيقدروش يفرقوا. شي اللي كنعرف أنا كاينة ولا ما كايناش؟ لا كاينة، ولكن اللي وقع في هذه الحالة بحالي أنا راه ما بقاش يرجع ليه. لاقاش التعويضات ما كاينينش، لاسونس ما كاينش، حتى حاجه ما عندهم، ضايعين في كل شيء، ضايعين. اللي جات فيه مشى، الله يرحمه مسكين. ندوز معاك شويه للبحر، شحال من صندوق كنتي كتصيد؟ 250 300 صندوق. شحال كنتي كتبقى فيهم في المده؟ يومين ثلاث ايام ربع ايام في البحر وسط البحر. كنتي كتعشق هذه المهنه هذه؟ بزاف، من 30 عام ما ساهلاش اختي. كيفاش ولات حياتك بعد ما انك خليتي على البحر ودرتي كسيده؟ يعني ماشي سهل. لا ما ساهلاش، صعيبه بزاف. لكن الفرق ما بين كتكون خدام و فرم الشعين كتفقد العمل ديالك. شنو الحاجه اللي تبدلات؟ كلشي تغير، كلشي تغير. ما بقاش شي حاجه زوينه حلوه كما كنقولوا حنا. كلشي تحطم. تحطمات. ما كرهتيش انك ترجع للبحر عاوتاني؟ انا بغيت نرجع للبحر خاصني نرجع لي بالقوانين اختي، هادو ما عندهم قانون. الصراحة اللي خاصنا نقولوها. علاش خريتي بالضبط البحر 30 سنة؟ 30 سنة انا خرجت من الدراسة تاعي مشيت للصناعة ديالك تعلمتها. لا ولكن عشت في البحر بالضبط. هو اللي مشيت بالضبط، عائلتي كلها خدامين في البحر. العائلة كلهم. لا من الأب ديالي ولا من الجد ديالي ولا كلشي في العائلة. كلهم كانوا بحارة. إذا خوتي بحارة وأنا تانا خارج بحار. هذا هو علاش. ما كرهتيش أنك دابا ترجع لهذ المهنة هذه؟ نرجع لها ولكن أنا ماشي صعيبة عليا. نقول لك أختي ماشي صعيبة عليا باش نرجع لها. سهلة. لكن
انا اللي خديت قرار وخصني ما نرجعش. حيد ولدي من تما، حيد حيد ولدي من تما. ايه اخر رساله للناس شو ممكن تقول لهم؟ واش نقول لهم؟ اللي عنده اللي داز بنفس التجربه ديالك يعني كان كيبغي واحد الخدمه وفي الاخر يعني بسبب حادثه ما بقاش خدام، شنو قول لي ما تيأسش من الحياة، جاتك فرصة أخرى عاوتاني أخرى أخدم، ما تقولش راه وقع ليا. شكرا هاني أختي.